السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد الطورطة ديال كومبليانو ديال عيد الميلاد، وبغيت نشاركها معكم إن شاء الله. دابا غادي نبداو المقادير، ما غاديش نطول عليكم. أول حاجة اللي غادي نبدأ بها، غادي نبدأ دقة دقة معكم باش حتى نتوما إن شاء الله إلا بغيتو ديروها راكم غديروها وتجيكم سهلة. ورا كنعطيكم غير الحاجه اللي ما فيهاش تعكيلات بزاف وما فيهاش تقدر ديرها اي واحد اي سيده. دابا عندنا هنا غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنايا 7 ديال البيضات، 7 ديال البيضات. درت الصفر هنا، المحل الصفر درته هنايا في هذه السوبيره، ودرت البياض ديال البيض درته هنايا 7 ديال البياض ديال البيض و7 ديال الصفر، وقبصه ديال الملحه هنا وقبصه ديال الملحه في البياض البيض. هذا دابا غادي نخليه على جنب هنايا. وهنايا عندنا السكر، عندنا 210 ديال غرام ديال السكر، وعندنا 210 اللي عندنا هنايا ديال الدقيق الابيض الفرينه الفورس، وعندنا 16 ديال الفاني، وعندنا 16 ديال بيكين باودر ديال الخميره 16 غرام، وعندنا هنايا سيترونه ليمونه محكوكه، سيترون محكوك حكيتو ها هويا. هادو هما المقادير دابا اللي عندنا. نبداو على بركه الله. ودابا غادي ندير النص ديال السكر مع الصفر ديال البيض، والنص غادي نخليه نطلع به البياض ديال البيض. ودابا غادي نضرب البياض ديال البيض. ودابا الخليط اللي درت ديال البياض البيض ديال الصفر ديال البيض هو هذا. ها نتوما راه كيعود بحال ما هكايا، كتبقاو تضربوا حتى يعود خفيف وبيض، داك الخليط تيعود بيض. عاد غادي نديروا ليه هاد، مازلت غندير السيترون، هاد القشور ديال الحامض، وغادي ندير الدقيق وندير الخميره، وهاد البياض ديال البيض غادي نبدا نخوي عيب شويه بشويه. دابا غادي نضربو حتى يعود بحال الثلج، نتكي السوبيره وما يطيحش. ودابا غادي ندير هنايا، غادي ندير داك القشور ديال الحامض. غنديروا الدقيق، والبيض ديال البيض بعد ما غادي نضرب هذا غادي نبدا نهز بالمعلقه ونبدا نخوي بشويه بشويه، وندير ندير بالباليطه. ودابا بعد ما طيبت
بعد ما طيبت الباني اسباني هو هذا. دابا انا غادي نحيدو وغادي نديرو في هاد البلاصه، حيت دابا راه برد. ها هويا هانتوما تشوفوا، كنحيدو هذا بشويه. كنحيدو هاد ودابا غادي ندير الكريمه باستيتشيريه. عندنا هنايا نص سيترو ديال الحليب، 500 ميل ديال الحليب، وعندنا هنايا 40 غرام ديال النشا، وعندنا 50 غرام ديال السكر، وعندنا 3 ديال البيضات. غادي ندير غير الصفر ديال البيض، وعندنا هنايا نديرو هنايا، وغادي ندير هاد القشور ديال الحامضه، ها هما تتنقلحو صافي. ودابا غادي ندير السكر، وغادي ندير هاد النشا، درت النشا ودرت معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الفورص، خلطته. غادي ندير واحد القبصه ديال الملحه، درت واحد جوج معالق كبار ديال الحليب بارد، خلطتهم هنايا. دابا غادي نحيدو هاد السيترون، هاد القشور كنحيدوهم. كنبقاو ما تنزقاوش من التحراك باش ما يتحرقش لينا الكريمه، حيت الا تحرقات كتعود فيها واحد الريحه ماره، ما كتبقاش زوينه صافي. خاص تبقاو تحركوا حتى الكريمه تدير توقف مزيان، ما يبقاش فيه حليب، ما تبقاش مقطعه.
وكتنقصوا العافيه، ما كتخليوش العافيه مجهده. وانتوما دابا صافي، بعد ما غادي تبرد غادي تعقد بحال ما هكايا باش تجيني متقاده. ها نتوما هي راه بحال خاصها تكون، ما تكونش ثقيله بزاف حيت ملي كتبرد كتعود مكبده تتجي قاسحه. ملي كتخليوها بحال ما هكا في هذا القياس هذا بعد كتبرد كتجي هي هذه كتجي متقاده. دابا غادي ندير 25 غرام ديال الزبده، معلقه جهد معلقه ديال الزبده، غادي نطفي عليها. دابا صافي غادي نخليها تبرد. دابا غادي نخليها باش نغطيها ونخليها تبرد على جنب. ودابا بعد ما بردت ليا الباستيتشيريه الكريمه غادي نضرب هاد البانا. عندنا هنايا 500 غرام ديال البانا القشده الطريه، وعندي هنايا 665 غرام ديال هاد لابيسكا. انا النص خليته هنا والنص درته هنايا قطعته بحال ما هكا صافي. وعندنا السيرو ديال الحك، درت حك كبير صافي. هادو هما اللي عندنا. دابا غادي نضرب هاد البانه هاد البانة جا فيها السكر حلوة. ودابا بعد ما ضربت البانة ها هي هي كتعود على هاد الشكل. ها نتوما بحال ما هكا. دابا غادي ندير هاد الكريمة، خرجتها من الثلاجة. دابا غادي ندير واحد شوية باش ما نخليه على حساب الديكور. دابا غادي نخليها دابا رجعت كلشي في هاد السوبيره حيت شويه كبيره. غادي ودابا غادي ندير السيرو السقواه ديالو، هي السيرو ديال هاد المشماش هذا. كيجي زوين وكيجي لذيذ، تيعطي واحد النكهه حسن زوينه.
دابا درت شويه ديال هاد البيسكا، دابا غادي ندير ثانيه نفس العمليه بحال ما هكا. دائما كتسقيو هاد الجناب هادو ها ديال التورطه بحال ما هكايا باش يجيو باش يشربوا داك السيرو، باش ما يبقاوش يابسين ولا شي حاجه، باش التورطه تكون رطبه كامله. دابا كنمشي غير بحال كويا، غير زواق تنديرو بسيط وصافي. راكم عرفتو دائما انا كندير لكم غير الحاجة البسيطة اللي غادي يقدر يديرها اي واحد يفرح بها وليداتو. ودابا هذه هي التورته ديالتنا، كنتمنى تعجبكم. ودرت ليها الديكوراسيوني بسيطين، ماشي درت شي حاجه متعكله ولا شي حاجه، راه اي سيده تقدر دير بحال ما هكايا. وكنحاول نوصل لكم شي حاجه اللي تكون سهله، وان شاء الله تفرحوا وليداتكم وتفرحوا العائلات ديالكم. ودابا الى عجبكم هاد الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تديروا لي جيم ديال الاعجاب، وتبرقوا لي اللي ما مشاركش يشارك، وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وبصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.